الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تتكون أجسامنا من ملايين الخلايا، ومعظم هذه الخلايا تحتوي على مجموعة متكاملة من الجينات، وتتصرف الجينات كمجموعة من التعليمات مسيطرة على نمونا وكيفية عمل أجسادنا، كما أنها مسؤولة عن الكثير من خصائصنا مثل لون العين وصيرة الدم والطول. تحمل الجينات على مجموعة من الخيوط المتشابكة والملفوفة ببعضها البعض كبكرة الخيط، ويعرف هذا التركيب بالكروموسومات. تحتوي كل خلية جسدية على 46 كروموسوم، بحيث يرث الفرد 23 كروموسوما من الأب و23 كروموسوما من الأم، وعليه يكون لدى كل فرد 23 زوجا من الكروموسومات. وبما أن الجينات محتواه في هذه الكروموسومات، فإن كل فرد لديه في الغالب نسختين من كل جين، واحدة من الأب والأخرى من الأم، وهذا هو سبب وجود تشابه في الصفات الظاهرية بين الآباء والأبناء. تتكون هذه الكروموسومات والجينات من مركب كيميائي يعرف بالحمض النووي. هناك زوج يسمى الكروموسوم الجنسي، وهو الذي يحدد جنس الفرد، وتسمى 22 زوجة من الكروموسومات الأخرى بالكروموسومات الجسمية. وهناك نوعان من الكروموسومات الجنسية، هما X وY. الأفراد الذين يحملون كروموسومين جنسيين من النوع X يكونون إناثا، أما الأفراد الذين يحملون كروموسومين جنسيين X وY يكونون ذكورا. إن الكروموسوم X أكبر حجما من الكروموسوم Y، فإنه يحمل عددا كبيرا من الجينات المختلفة الضرورية لنمو الذكور والإناث، ويحمل الكروموسوم Y جينات مرتبطة بشكل أساسي في ظهور الصفات الذكرية. الأنثى لديها كروموسومين جنسيين من النوع X، ولموازنة الفرق في عدد الجينات المرتبطة مع الكروموسوم X بين الذكر والأنثى، يتوقف أحد كروموسومات X عن العمل في كل خلية جسمية أنثوية، ويسمى هذا بتعطيل الكروموسوم X، ويحدث هذا التعطيل بطريقة عشوائية ولا يخضع لقانون وراثة. للتوضيح انظر إلى ألوان فروق قطة الكاليكو. سبب هذه الألوان المتنوعة توقف العمل العشوائي الكروموسوم X معين، وتعتمد ألوان فروق القط على الكروموسوم X النشط. يمكن مشاهدة الكروموسوم X الذي توقف عن العمل في الخلايا، وأول من شاهده هو العالم بار، ولهذا سميت بأجسام بار، وتعرف بأنها الكروموسومات الغامقة اللون التي توقفت عن العمل. والأجسام بار لا توجد إلا لدى الإناث، ومنها إناث الإنسان في نواة خلاياها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم.